تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تغلبه على شقيقه القطري بهدفين مقابل هدف في الدور النصف النهائي الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي. تقدمت العراق أولا عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، وتمكن عمرو سراج من معادلة النتيجة للعنابي بعدها بعشر دقائق قبل أن يضاعف أيمن حسين النتيجة لأسود الرافدين بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43. وبهذا الانتصار أصبح المنتخب العراقي يبلغ المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه. وسيضرب العراق موعدا في نهائي البطولة مع المنتخب العماني الذي تمكن من اقتناص بطاقة التأهل من حامل اللقب شقيق المنتخب البحريني بالفوز عليه بهدف دون رد في مباراة التي أقيمت على ملعب الميناء. جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق جميل اليحمدي، علما أن المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي.